الأم كلمة عظيمة، صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني. إن أعظم ما تتفوه به الشفاه البشرية هو لفظة الأم. أمي كلمة صادقة قوية تنطق بها جميع الكائنات البشرية، طلباً للحنان والدفء والحب العظيم الذي فطر الله قلوب الأمهات عليه تجاه الأبناء. الأم ببساطة هي الأمان، هي الحنان والدفء والاهتمام، ومهما قلنا لا يمكن أن نوفي الأمة حقها. ولقد كرم الإسلام الأم والوالدين لقوله تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، صدق الله العظيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات.